أكد المتحدث باسم الحكومة العواء العراقية باسم عوادي أن إنهاء عمل بعثة اليونامي جاء بطلب عراقي وتوصية أممية. وأوضح العوادي أن العراق طلب في مارس الماضي تقليص مهام بعثة اليونامي، إلا أن مجلس الأمن قرر تشكيل لجنة مراجعة استراتيجية لتقييم عمل البعثة ليتم التقرير مطلع مايو الجاري، والذي اختتم بتوصية إنهاء أعمال يونامي بمراحل متعددة على أن يتم الانتهاء أو الإنهاء الكامل في منتصف عام 2026. ولفت العوادي إلى أن هذا التقرير يتوافق مع رؤية العراق لإنهاء عمل البعثة في العراق. ينضم إلينا من بغداد مراسل المشهد مصطفى سلمان. أهلا بك مصطفى. إذن يعني ما الأسباب وراء يعني اتخاذ هذا القرار وراء تخفيف عمل بعثة اليونامي في العراق؟ بحسب الأسباب المعلنة من قبل الحكومة العراقية، فإن هناك عدم تعاون وجدية من قبل بعثة يونامي في العراق مع الأجهزة الأمنية على وجه التحديد، خصوصا فيما يتعلق بالملفات الأمنية. فريق يونامي في العراق يعمل على متابعة ملفات المطلوبين المتواجدين في المخيمات، لا سيما في مخيم الهول الذي يعده العراق يعني مركزا للتنظيمات الإرهابية، وهو يتوجس منه خيفة بشكل مستمر، خصوصا أن هناك تحركات الآن لإعادة القائمين في هذا المخيم إلى العراق بعد إعادة تأهيلهم من خلال برامج تأهيل كانت قد أعدت سابقا. الآن يطالب العراق بعثة يونامي بتسليم كافة الملفات التي بحوزة البعثة إلى السلطات العراقية لتمكن العراق الآن، بحسب ما ذكر من قبل مجلس الوزراء العراقي، أنه قادر على إدارة كل الملفات السياسية الأمنية، وخصوصا ما تتخوف منه بعثة يونامي، ملف حقوق الإنسان وحرية التعبير، وهناك ملف آخر تتابعه بعثة يونامي هو ملف الأيزيديين أيضا. يعني هذا واحد من الأسباب الكثيرة التي قالت الحكومة العراقية أنها دفعت باتجاه إنهاء عمل البعثة في العراق. وبحسب الحكومة العراقية فإن العراق طالب بشكل رسمي من أنطونيو غوتيريش إنهاء عمل البعثة بنهاية العام 2025، أي العام المقبل بشكل نهائي. وكان العراق قد أشعر ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت بضرورة إنهاء العمل خلال الأشهر الماضية، كان قد أشعرها خلال الأشهر الماضية، ويبدو أنها تحركت على هذا الأساس. طيب ما الدور الذي لعبته بعثة يونامي بالعراق خلال الفترة الأخيرة، ولماذا يعني عبرت عن انزعاجها الشديد بعد اتخاذ هذا القرار؟ بعثة يونامي لعبت دور كبير جدا سياسيا أمنيا، يعني حتى على مستوى حالات الإعدام التي تنفذ في العراق منذ عام 2003، وهي كانت تمارس دور رقابي استشاري أيضا على العلاقات ما بين مكونات الشعب العراقي، وأيضا العلاقات السياسية بين الأحزاب السياسية في العراق التي شكلت الحكومات منذ عام 2003 وحتى الآن. لكن من بعد عام 2014، والإشارة هنا إلى ما بعد أحداث داعش وسيطرته على مساحات واسعة من العراق، تركز عمل بعثة يونامي على الملفات الخاصة بالإرهاب وإعادة المختطفات والمختطفين
لدى تنظيم داعش، وقالت إنها تعمل على التنسيق لإنهاء هذا الملف. العراق يريد إشراك الأجهزة الأمنية بهذه الملفات، وبعثة يونامي أبدت إزعاج كبير من هذا الملف، خصوصا أنها تبدي قلق مستمر من موضوع حرية التعبير وازدياد حالات الإعدام بالعراق، إضافة إلى وجود سجناء المخبر السري. شكرا لك من بغداد مراسل المشهد مصطفى سلمان على جميع هذه التفاصيل.